ضيفنا القادم سباح كويتي دخل عالم السباحة وعشقه منذ كان عمره 6 سنوات فقط. انضم إلى عالم المنتخب الكويتي للسباحة عام 94 وأيضا حصل على المركز الثالث في بطولة آسيا وهو أقل من عمر 10 سنوات، وذلك كانت الميدالية الوحيدة اللي حصل عليها المنتخب الكويتي في هذه البطولة. زميلتي ورود. نعم عيد، وفي بطولة الخليج 2001 بعمر 17 سنة حصل على 10 ميداليات ذهبية، استمرت نجاحاته حتى اليوم بفضل من الله سبحانه. وأخيرا وليس آخرا حقق الميدالية الذهبية عالميا في بطولة العالم للناشئين وأيضا الأساتذة في القاهرة في سباق 50 متر بين تحت الماء قبل 5 أشهر. طبعا هو اليوم شرفنا ومنورنا، موجود معانا بالاستديو علشان يكلمنا عن فوزه بالبطولة العربية الأفريقية 2023 اللي كانت قبل كم يوم. ضيفنا بطل العالم ولاعب منتخب الكويت لسباحة الزعانف اللاعب الكويتي منصور المنصور. حياك الله ويا هلا ومرحبا فيك، مشرفنا ومنورنا وفخورين فيك ونقول لك ألف 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 مبروك. مساكم الله بالخير، مشكورين على الاستضافة وتقديم الحلو صراحة، المقدمة الجميلة، شكرا. تستاهل والف مبروك. مثل ما ذكرت زميلتي ورود، يعني نفخر دائما بشباب الكويت اللي يرفع علمها في المحافل الدوليه والعالميه. يعني ابدا معك، اتكلم عن حصولك ما شاء الله على المركز الثالث والميداليه البرونزيه في سباق 50 متر تحت الماء، وتسجيل طبعا ما شاء الله رقم كويتي خليجي في البطوله العربيه الافريقيه 2023. طبعا البطوله كانت البطوله العربيه الافريقيه، فكان في نخبه من الافريقيا العربيه والافريقيه والاعمار تتراوح من 16 سنه تقريبا. معدل الاعمار عفوا كانت من 16 سنه الى 22 سنه. نعم. وانا داش بينهم عمري 39 سنه. ما شاء الله. طبعا هذه الافريقيا قاعد يصير عندها دعم كلي من الدول، ملوتهم قاعد يروحون معسكرات داخليه وخارجيه، ولكن انا عن نفسي انا قاعد اتمرن شبه بروحي. طبعا المعسكر انا اسويه مع نفسي، انا الرجال اداوم كل يوم الصبح بالخفجي وارد، فكان جهد شخصي، انجاز كبير اني انا اقدر احط بصمة كويتية وأصعد المنصة بين هذه الناس اللي مكرسة حياتها للتمرين. نعم نعم جميل. طبعا هو يعني البطولة هذه بحد ذاتها يعني نجاح كبير أكيد، والميدالية نجاح كبير، لكن أنك تمثل دولة الكويت هذا إنجاز، أنك ترفع علم الكويت هذا أيضا إنجاز، يعني أنا أعتبره هذا هو الإنجاز الحقيقي. أكيد، وهذا يعني إنجاز أنا وعيت عليه وأنا صغير، يعني عمري 9 سنين، حتى أول مقابلة لي كانت بتلفزيون دولي. نعم. كانت بتلفزيون الإمارات، فيعني وعيت وأنا أشيل علم الكويت وأسمع نشيد الكويت، لأنك أنت قاعد تمثل الكويت أحسن تمثيل، فهذا يعني كان أكبر إنجاز عندنا إحنا بالبيت، أنك أنت قاعد تمثل دولة الكويت. صحيح. ونكون شرسين في هذا التمثيل. نعم. المعلومة اللي وصلتني أنه ما شاء الله تبارك الله أنت وصلت يمكن قبل المنافسة ب7 ساعات 6 ساعات تقريبا. ما شاء الله فزت. صحيح، هذا الإبداع بذاته، أن رغم الظروف رغم الظروف والتحدي الحمد لله وصلت الساعة 1 الفجر والساعة 7 الصبح قعدت حق الريوق، والساعة تقريبا 9 طبيت التصفيات. إيه والله ما شاء الله. والحمد لله تأهلت النهائي، النهائي كان الساعة 5 المغرب وقدرت احصل المركز الثالث واحط رقم الكويت ورقم الشخصي بعد كذا. جميل جميل. يعني اللي احنا نعرفه انه دائما اللاعب يكون عاده عنده رساله. صحيح. خصوصا في هذه البطولات العالميه والعربيه وغيرها، شنو كانت رسالتك في هذه البطوله؟ يعني طبعا معظم اللاعبين يشوفوني انا كبير بالعمر، بس لما يشوفني اسبح يعتبرني خصمه. نعم، يعتبرك خصمه اكيد لانه قريب يمه. فدورك انت كسباح بهذا العمر، يعني غير انك انت قاعد تعطي دروس او انك تعلم من خبرتك. نعم. انت تقدر تستلطف اللي قدامك وتعرف هو شنو اللي قاعد يمر فيه، لانك انت مريت فيه قبل 30 سنه. انا خبره 30 سنه في مجال السباحه الى هذه السنه، هذه يعني سنه 93 انا بلشت تعليم السباحه. فالرساله دائما هي انك انت لازم يصير في التزام، التزام وممارسه لمده طويله. مثلكم انتم عندنا حرفه هذه. أيه. اذا الواحد مارسها مده طويله هني يتقنها ويكون له دور بالمجتمع ايضا، مو بس له شخصي. صح. فهذه انا احب تكون. نعم. الرساله. انا ودي ايضا المشاهدين يعرف اهم الانجازات اللي انت حققتها على مستوى ما شاء الله مسيرتك الرياضيه، حققت ايضا انجازات دوليه احنا ذكرناها. الحمد لله. صحيح، ولكن يعني من اكبر الانجازات اللي حققتها بطولة العرب، يمكن اول بطوله اول ذهبيه عربيه سنه 1997 من الاشياء اللي ما ذكرت. عندنا بطوله غرب اسيا اللي صارت هنا عندنا بالكويت ب 2002، حصلت على 4 ذهبيات وكان هذا نصيب الاسد بالذهبيات. نعم. و
أعطوني لقب بطل البطولة، وبعدها ثلاث سنين هم عادوا غرب آسيا، صارت بالدوحة 2005 وقدرت أحصل على 6 ذهبيات وفضيتين، وهم كان لي نصيب الأسد من الذهبيات. كفو. والحمد لله قدرت أني أكمل مسيرتي أيضا في جامعات أمريكا. أنا رحت أمريكا ودرست ودفعوا لي سكولرشيب أني أنا أقدر أسبح ومثل اسم الجامعة في بطولات الجامعات، وقدرت خلال سنتين أحصد 8 مراكز متطورة ما شاء الله. أول 3 ما شاء الله. الحمد لله. عادة يعني اللاعب لازم يستعد نفسيا وجسديا أكيد. علشان يقدر يشارك في البطولات العالمية، خصوصا أن في منافسين من كل العالم، فشون حضرتك تستعد؟ يعني شون تستعد نفسيا وذهنيا مع أن أنت إنسان تعمل مثل ما ذكرت في المقدمة مارس. ويعني صح ولا غلط صحيح. يعني حياتك يدرس فل تدرس وتلعب رياضة وتشتغل عادل. يعني السباحة بالنسبة لي أول شيء هي علم، فأنت لازم تحترم العلم وتتقنه حيث أنك أنت تقدر تمارسه في دقة. نعم. ثاني شيء يعني الرياضة 80% ذهنيا. نعم. وليس جسديا. نعم. الناس عبالها أن الرياضة دائما جسدي. جسدي. إيه 80% جسدي و20% ذهني و20% جسدي. نعم. فلازم الاستعداد يكون جدا كبير بالذهن والعقل. إيه فأنت تمارس الفكر أنك أنت قاعد تستعد حق البطولة قبلها بشهر بأسبوعين، مثل ما تفضلت أنا طبيت بنفس يوم السباق وقدرت أني أريح لي. معطينك فتشة شوية أسبوع أكيد هذا الشيء، بس أنا يعني أعوذ بالله من كلمة أنا زهبت نفسي حق هذا ذهنيا. إيه أن أنا لما أطب ما راح أفكر أن أنا أخ والله ظهري يعورني كنا جسمي ميبس، لا أنا خالص من هذا التفكير وياي أتسابق فقط. كفو عليك. طيب على المستوى العالمي كابتن، شنو الجانب اللي تشوفه أنت أكثر تحدي في موضوع بطولات السباحة؟ يعني السباحة لعبة عميقة في الاستعداد، ويبي لها دعم كبير ووقت كبير من الرياضي نفسه. يعني الرياضي أو السباح العالمي يسبح ترى يمكن 12 كيلو باليوم، يسبح مرتين باليوم غير تمرين النادي الحديد والسمونه تمرين الدراي لاند، فلازم يكون مكرس حياته حق هذا الشيء. واحنا لازلنا نفتقر هذه الثقافه خلينا نسميها ثقافه، ولكن لا زال ربعنا ترى ما شاء الله بشراستهم وروحهم القويه قاعد نحصد اراديا. يعني الحمد لله الكويتي فيه عزيمه صح. ولكن لازم تكون في ثقافه ان الرياضي هذه حياته، هذه الايدنتيتي مالته، هذه شخصيته، هذا راس رزقه راس ماله. ولازم الدوله تكون تقدر هذا الشيء وتتبع هذا المسار. هني الكويت راح ترد على ماضيها وأحسن إن شاء الله. أكيد الكويت إن شاء الله، إن شاء الله. دائما سباقة ودائما لها بصمة عريقة وعميقة، وما حد يقدر ينكر هالشيء. لكن في شباب وايد الحين يتابعونا يحلمون أن يكونون أبطال في السباحة. من بعد هالمسيرة الحافلة في الإنجاز والبطولات ما شاء الله والمشاركات والمنافسات، شنو النصيحة اللي تقدمها لهم؟ يعني احنا عندنا أول شيء ظاهرة الغرق عندنا بالكويت شيء منتشر، وهذا شيء مؤسف للأمانة. فأوصيهم أن يتعلمون الرياضة أو عفوا السباحة كمهارة. نعم. وليست رياضة. نعم. لأنها مهارة حياتية. يعني فإحنا أهل البحر وقبل رزقتنا من البحر، فلازم يصير الكويتي له علاقة كبيرة مع الماي صح. وهذا اللي يعيب لي سعادة أنا صراحة بحياتي. طيب دائما في ملهم لأي بطل، هناك ملهم حقيقي وراء النجاح أي لاعب، من الملهم بالنسبة لك؟ أنا الوالدة يعني الله يحفظها كل سهولة وجهة طبعا تحية سرعة كيف تستاهل الوالدة السادة رحاب المدلج ونعم والله ونعم. يعني مديرة مدرسة وكانت مدرسة كلينزي، يعني أنا شفتها تثابر في حياتها يعني ما شاء الله. والتحديات وهي كانت يعني الملهم لي، يعني هي اللي ساندتني مسيرتي، هي اللي مشيتني على الخطة الصحيح وعرفت تحتويني. فيعني أنا كنت أحترم هم شجاعتها تحدي المصاعب والمثابره. نعم احنا نوجه تحيه لها. اكيد نوجه لها تحيه. تقدر تقول لها ايش؟ قصرتي مشكوره. نعم نعم واحنا بعد نشكرها ونوجه لها تحيه كبيره اكيد المربيه الفاضله صح؟ هي حضرتك اكيد هي. نعم مدرسه الوالده مدرسه. نعم نعم. طيب شنو هي الاهداف اللي اليوم منصور المنصور يبي يوصل لها ويحققها في مستقبل مسيرتك الرياضيه؟ يعني انت ما شاء الله كل هالانجازات جميله، ما تفكر مثلا بيوم من الايام تدرب او أكيد. يعني يصير عندك مثل بزنسك الخاص في السباحه ممكن؟ انا حاليا لان
قاعد أمارس الرياضة فمعطيها وزن كبير من وقتي، ولكن حاليا قاعد أدرب أطفال وكبار بالعمر عندي. أنا شغال فريلانس برايفت سيشنز، فيعني بالوقت اللي أنا عندي بحيث إني أنا ما أخسر مهارة التدريب ولا أخسر مهارة اللاعب، لأن أنا محتاج كلاعب إن وقتي يكون مكرس جدا حق المهارة أو السكيل اللي أنا قاعد أمارسها. ولكن حاليا أنا مركز على السباحة وعندي شغال على الخفيف إني أنا قاعد أدرب، وأطمح إن شاء الله إني أسوي مدرسة سباحة ويكون مشروع وطني أنا أصب فيه كل العلم اللي استثمرته فيني الكويت من عمري 9 سنين. أنا 94 وأنا أروح معسكرات وأطب بطولات، ولو أجيب لكم الميداليات هنا يمكن أصب لكم الاستديو كله. ما شاء الله. فيعني ودي أنا إني أصب هذا العلم في مدرسة سباحة أفيد فيها عيال ديرتي. إن شاء الله توصل هذه إن شاء الله. الفكرة إن شاء الله. طيب شو البطولات القادمة إن شاء الله راح تعدنا؟ عندنا إن شاء الله بطولات الجاية، عندي بطولة الأساتذة نفس هذه اللي أنا يعني فيها الذهبية، بديش فئة عمرية جديدة اللي هي 40 سنة إلى 44، فبكون بينهم الصغير. فإن شاء الله بحاول إني أخمط لي عمر كله إن شاء الله. شباب إن شاء الله. عندنا بطولات عربية، وعندي البطولة الجاية إن شاء الله راح أروح مع نادي البحري شهر 11 24/11 إلى 28/11 في بوكيت بطولة آسيا، وإن شاء الله ادعوا لي إني أنا أوصل النهائي إن شاء الله. إن شاء الله. الله يوفقك إن شاء الله ومنها للأعلى إن شاء الله بطولات أكثر وأكبر وفعلا تمثل الكويت. طبعا نشكركم أنتم الداعم الرئيسي لنا إحنا الشباب، يعني توصلون صوتنا وتوصلوننا بصورة اللي إحنا نستاهلها، يعني ما قصرتم. واجبنا دائما والشكر دائما لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. ما قصرت، مشكور يعني الاستضافة. حياك الله ويا هلا ومرحبا فيك. كل الشكر لضيفنا الكريم بطل العالم ولاعب منتخب الكويت لسباحة الزعانف اللاعب الكويتي منصور المنصور. مشاهدينا خلكم معانا لأن بعد قليل راح نكمل المشوار مع أبطال، ويعني ما شاء الله أيضا راح يكون معانا أيضا لقاء تكملة بعدنا الجزء صحيح. الآخر في عملية السباحة مع سباحة مع أبطال وفريقه مبدعين إن شاء الله. عندنا أيضا تقرير يعكس دائما الفن والرسم جوانب كثيرة ومهمة وجمالية وإنسانية في عملية المتابعة الخاصة بهذه الجانب في حياتنا، فهو وسيلة، هذه الوسيلة مهمة في عملية التعبير عن مشاعرنا وأفكارنا بطرق مبتكرة وجميلة. لذلك تواصل الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية وضمن أنشطتها 55 عام على تأسيسها المعرض الجماعي، وكان هذا المعرض الفني بمشاركة الفنانات أميرة أشكناني والفنانة عبير الكندري والفنانة هناء الملا والفنانة إلهام بن حجي والفنانة هناء البلوشي، وكان المعرض تحت عنوان مفاهيم لونية معاصرة.